أهلا بكم من جديد. اتجاه البنوك المركزية العالمية لزيادة الفائدة لم يكن مؤثرا على أسواق الأسهم فقط، بل تأثرت به جميع القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يواجه عدة تحديات أبرزها مديونية الشركات العقارية الصينية. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع باستفاضة من خلال ضيفنا عاصم منصور المحلل الاقتصادي. أهلا بك أستاذ عاصم. أهلا بك أستاذ إنجي. يعني منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية البنوك المركزية العالمية بتتبع سياسة نقدية تشددية كما لاحظنا، كيف انعكس ذلك على القطاع العقاري في العالم؟ لما بنتحدث عن القطاع العقاري فنحن نتحدث عن تأثيره بالعديد من العوامل، سواء العوامل الداخلية أو العوامل الخارجية. من ضمن العوامل دي المؤثرة بشكل قوي جدا هي السياسة النقدية لدى البنوك المركزية. لماذا تؤثر السياسة النقدية على القطاعات العقارية؟ بسبب بسيط، وهي الرهون العقارية. عندما ترتفع معدلات الفائدة لدى البنوك المركزية تنعكس لدى البنوك التجارية، وبالتالي يضطر المواطن إلى سداد قيمة أقساط أعلى في الرهن العقاري. فمثلا إذا يعني تحدثنا عن النسبة التي كانت عليها معدلات الفائدة والرهون العقارية عند 2.5% قبل جائحة كورونا، ووصولها حاليا إلى 5% و6%، نتحدث عن زيادة قدرها حوالي $300 في القسط الواحد. وبالتالي عندما تزداد الأقساط الرهون العقاري تراجع معدل الطلب على يعني شراء المنازل بشكل عام. أيضا من العوامل التي تؤثر عليها هي السياسات المالية، ونحن يعني في وقت تتجه فيه السياسات المالية أو السياسات النقدية إلى التشديد النقدي، فبالتالي يتراجع الطلب على شراء المنازل، وبالتالي يكون هناك تباطؤ في النمو الاقتصادي. عندما نتحدث عن قطاع الإسكان فنتحدث عن يعني إذا تحدثنا عن الصين فهو يمثل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي ل يعني النمو في الصين، ونحن نتحدث أيضا عن قيمة إجمالية تصل لحوالي $1.7 تريليون. فيعني هذا القطاع يمثل أهمية كبرى، وعند تأثر هذا القطاع بأي متغيرات يكون هناك تخوف لدى البنوك ولدى المستثمرين ولدى المواطنين، لأنه يؤثر بشكل عام على النمو الاقتصادي. وكما تتذكرين كان من أهم القطاعات التي شاركت وتسببت في أزمة مالية عالمية في 2008 صحيح بسبب انكشاف البنوك بشكل كبير على هذا القطاع. ولكن طبعا يعني نحن نتحدث عن قواعد تنظيمية جديدة، يعني نعم هناك تخوفات مما يحدث في القطاع العقاري في الصين بسبب التسهيلات الضخمة التي قدمتها الحكومة الصينية. صحيح، وده كان سؤالي الجاي أستاذ عاصم. يعني من فترة القطاع العقاري زي ما ذكرت بيواجه على مستوى العالم عدة تحديات، يمكن أبرزها زي ما كنت بتتحدث ما حدث في السوق الصيني دلوقتي ومع زيادة الفايدة، إزاي هذا القطاع هيواجه كل هذه التحديات؟ الآليات اللي بيمتلكها هتكون إيه؟ طبعا احنا يعني عندما نتحدث في الصين فالوضع يختلف عن الولايات المتحده الامريكيه التي تتجه برفع الفائده، لكن في الصين الحكومه او بنك الصين الشعبي يبقى على السياسه التسهيليه بعكس البنوك المركزيه الاخرى. والابقاء على السياسه التسهيليه يعني المزيد من التضخم او الزياده القويه في الاسعار بسبب استغلال المستثمرين او المواطنين الاموال الرخيصه كما ندعوها للاستثمار في الاصول ذات المخاطره المنخفضه، وبالتالي ايضا اتجاه رؤوس الاموال الى القطاع العقاري في ظل يعني وجود تخوفات من عدم وضوح رؤيه البنوك المركزيه الاخرى. وبالتالي بنك الصين الشعبي عندما يوقع على تلك التسهيلات فانه يدعم يعني ما نقدرش نقول انفجار الفقاعه ولكن تفاقم الازمه في الوقت الحالي. من ناحيه اخرى تتخذ الحكومه الصينيه بعض الاجراءات التي من شانها الحد من يعني تفاقم الازمه، فبالتالي كان هناك تقليل في التسهيلات، كان يعني منذ يومين اعلان عن امكانيه امتلاك الاجانب بعض العقارات في بعض المدن الصينيه، ولكن في خلال يومين ايضا تم التراجع عن هذا القرار، وده يعكس حاله التخوف في القطاع العقاري الصيني. من ضمن ايضا التحديات هو ارتفاع المواد الخام بشكل كبير جدا، ساهم ايضا في ان بعض الشركات الصغرى في الصين تتخارج من السوق واستحواذ شركات كبرى عليها للحد من المخاطر وانكشاف البنوك. وبالتالي اعتقد من في وجهه نظري في خلال الفتره القادمه سيجب ان تتدخل الحكومه الصينيه لتقديم تسهيلات للشركات المتعثره طبعا على مستوى ايفرجراند. برايك يعني او توقعاتك ان يتم يعني ما نتعلمه من ازمه الماليه العالميه هو فرض القيود. بمعنى كانت الحكومه الصينيه في خلال السنوات الاخيره تقدم تسهيلات لدى الشركات العقاريه، بمعنى بيع المنازل او العقارات بعقود اجله حتى وان لم يتم البناء في الاساس. فبالتالي كان هناك اقبال كبير جدا على شراء المنازل باسعار منخفضه، ولكن جاءت يعني الازمه لتوضح ان العديد من شركات القطاع العقاري لم تسلم العقارات في وقتها المحدد. وبالتالي يجب ان تتدخل الحكومه في وضع قيود وان ترفع قيمه راس المال المستثمر من البدايه،
وان يكون هناك موعد محدد للتسليم الجزئي، لان احنا يعني نتحدث عن يعني مئات الالاف التي الذين لم يتسلموا عقاراتهم في الوقت صحيح. الحالي، وبالتالي ان يكون هناك رقابه اكثر على الشركات العقاريه، حتى نتعلم من يعني ما حدث من الازمه العالميه بسبب عدم فرض قيود في الوقت الحالي. وبالفعل انجي اتجهت العديد من يعني الدول والبنوك المركزيه لوضع سياسه اللون تو فاليو ريشيو، او نسبه او قيمه القرض ب 70% من قيمه العقار، حتى يعني اذا انخفضت اسعار العقارات بشكل مفاجئ لن يكون البنك متحمل المخاطر التي تنتج عن التراجع القوي في اسعار العقارات، وبالتالي كانت تلك السياسه نجحت. اثناء حديثك يعني ذكرت اكسبريشن او تعبير الفقاعه، يعني هنا اسالك يمكن ده يجيبنا للولايات المتحده، تحدثنا عن الصين، الفقاعه العقاريه في الولايات المتحده، هذا الكونسبت في بعض المحللين بيروا انه هل هي فقاعه عقاريه حقيقيه ام هي فقاعه عقاريه وهميه، يعني ازاي ده انعكس على اسعار المنازل في الولايات المتحده، خاصه في الفتره الاخيره شاهدنا انه كان في جدل كبير في الولايات المتحده حول هذه النقطه تحديدا في هذا القطاع. طيب يعني عندما نتحدث عن الفقاعه فنحن يعني لا نطلق عليها مصطلح فقاعه الا عندما تنفجر الفقاعه، فنحن يعني عندما نرى اي اصل في العالم يرتفع عمليه الوصول للفقاعه السعريه، ما يحدث في سوق الاسكان في الولايات المتحده الامريكيه يمكن ان نقول عليه انه في طور الفقاعه، لكن لا يمثل مخاطر انفجار الفقاعه في وقت قريب، لان كما ذكرت منذ قليل هناك بعض القيود التي تم فرضها على اقراض المستثمرين والتاكد من يعني الوضع الائتماني للمستثمرين. وجهه نظرك انه هذه القيود هتكون كافيه انه ما تحدثش هذا الانفجار؟ صحيح، اعتقد ان يكون في وضع امن اكثر من مما حدث في الازمه الماليه العالميه، اعتقد ان احنا سنشهد بعض التباطؤ في الطلب على قطاع العقارات، نعم قد نشهد بعض التراجع الطفيف ولكن لن نشهد انهيارات كبيره، يعني لاحظنا حتى اذا على نطاق اسعار المواد الخام او اسعار المنتجين لاحظنا تراجع لادنى مستوياتها في عامين، لاحظنا انحسار ايضا في وتيره الارتفاع التي شهدناها في اسعار المواد الخام سواء الاخشاب او الحديد او غيرها من المعادن، وبالتالي ايضا راينا استمرار لنمو قطاع الاسكان على حسب البيانات الصادره الاسبوع الماضي، كل تلك العوامل تشير الى ان هناك يعني هدوء في وتيره الارتفاعات التي شهدناها، ايضا اتجاه البنك المركزي الامريكي لتجديد السياسه النقديه سيحد من الطلب على العقارات بشكل عام، ولكن يجب التركيز على معدل الفائدة على الرهون العقارية، يجب ألا يتجاوز نسبة 7% في الوقت الحالي حتى لا تتزايد الضغوط على المشترين، وبالتالي سيكون هناك العديد من البنوك التي ستضطر إلى اللجوء إلى أداء تدعى بالكريديت ديفولت سواب، هو نقل مخاطر الائتمان للأسواق حتى يتم التعامل معها دون التحمل بشكل كامل على يعني المخاطر لدى البنك. ايضا هناك بعض يعني الاختبارات التي قامت بها البنوك المركزيه وهي ما تدعى بالستريس تيست في البنوك التجاريه، وهو وضع السيناريو يعني محاكاه في حال حدث انهيار في الاقتصاد او ارتفاع معدلات البطاله او هبوط قوي في اسعار العقارات بشكل عنيف جدا، وحسب البيانات الاخيره ايضا اظهرت ان البنوك التجاريه في الولايات المتحده الامريكيه قد تجاوزت هذا الاختبار بشكل يعني جيد، فيعني كل تلك العوامل تدعو الى ان لا يوجد مخاوف كبيره فيما يتعلق بقطاع العقارات في الولايات المتحده. طيب ده في الولايات المتحده وتكلمنا عن الصين، خلينا نتكلم عن اوروبا، يمكن لها وضع ايضا خاص سواء على المستوى الاقتصادي سواء على مستوى الضغوط السياسيه اللي بتتعرض لها الحكومات الاوروبيه حتى من الداخل، يعني احنا بدانا وليس فقط من الداخل، الموضوع بدا يوصل للخارج بين الدول الاوروبيه بعضها والبعض. ماذا عن هذا القطاع في اوروبا؟ كيف كانت انعكاسات كل ما يحدث كل هذه المعطيات على قطاع العقارات في أوروبا وإزاي الحكومات ممكن تتعامل بالشكل الأنسب؟ طبعا أوروبا تختلف كثيرا عن بقية الدول لأنها تتبع سياسة نقدية موحدة مع اختلاف سياسات مالية مختلفة لكل دولة، فعندما نتحدث عن بعض الدول المثقلة بالديون مثل إيطاليا أو أسبانيا فنحن نتحدث عن دول لن تستطيع تحمل عبء مخاطر أو زيادة الإقراض، لأن يعني في الأوضاع الحالية وخاصة مع اتجاه البنك المركزي الأوروبي لتجديد السياسة النقدية ورفعها والبدء في رفع معدلات الفائدة لأول مرة منذ عام 2011 ستتحمل بعض الدول أعباء أو مخاطر أعباء الدول الأخرى، نتحدث عن ألمانيا على سبيل المثال ستضطر من وجهة نظري إلى يعني إصدار سندات مشتركة تشترك فيها كافة الدول للتحمل
عبء المخاطر، وبالتالي عند تجديد السياسه النقديه في بعض الدول ومع اتباع بعض الدول سياسه ماليه مختلفه سيكون هناك تفاوت في اداء القطاع العقاري. يعني هناك بعض الدول التي قد تتجاوز تلك الضغوط مثل المانيا او فرنسا، ولكن دول اخرى ستتحمل العديد من العواقب، واذا لم يتدخل البنك المركزي في اصدار اداه يمكن من خلالها توفير سيوله ضخمه لدى البنوك التجاريه، بالفعل سيكون هناك ازمه حقيقيه في هذا القطاع. ايضا يجب الا نغفل ان هناك ازمه طاقه كبيره جدا مقبلة عليها اوروبا في فصل الشتاء، وبالتالي ارتفاع التكلفه بشكل كبير قد يحد من اي اشارات دل على نمو هذا القطاع، خصوصا اننا لدينا نقص في العماله بشكل كبير. اعتقد ان احنا سيكون هذا من ضمن العوامل التي ستؤثر على قطاع العقارات، نقص العماله سواء من العماله الداخليه التي ستتجه بعض المواطنين الى مغادره اوروبا في حال كان هناك شتاء مقرص كما تعرفين، واتجاه ايضا بعض الدول الى التخلي عن مواطنهم في الاساس داخل اوروبا بسبب نقص الغاز الروسي. اعتقد اننا سنشهد زياده قويه في حجم المعروض في القطاع العقاري، وبالتالي تراجع قوي في الاسعار، وهذا سينعكس على اداء بعض البنوك. صحيح. وعلى ما يبدو ان فصل الشتاء في اوروبا تحديدا هيكون الفيصل في كل حاجه بالنسبه للعالم كله، سواء على المستوى الاقتصادي او السياسي. على كل حال عاصم منصور المحلل الاقتصادي، انا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا. بعد الفاصل لقاء مع فادي